السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات متابعين قناة كريم قصري. مرحبا بكم معايا من جديد. كما العادة كنت كنشوف الأخبار، بطبيعة الحال الأخبار الإلكترونية، كنشوف شنو هو الجديد آخر الأخبار لإسبانيا، وأنا نتوصل بهذا الخبر هذا لنشرح جريدة البايس اللي كتقول وأخيرا 5 جي كتوصل لإسبانيا، 5 جي بور فين استا إن إسبانيا. يعني اللي كنا كنخافوا منه واللي كانوا كيحضرونا منه الخبراء واللي كان القيامه نايضه عليه بان هاد 5 جي غتكون خطير على صحه الانسان، بغينا ولا كرهنا جا وصلت لاسبانيا وغادي توصل لباقي دول العالم. طبيعة الحال 5 جي يعني المقال اللي كيتكلم عليها كيعطي ارقام ومعطيات عليها وكيشرح السيستم كامل ديال 5 جي. هذا المقال انا غادي نخلي لكم في اول تعليق باش نتوما تشوفوا نتوما تقراوا على خاطركم. ولكن دابا حنايا من البدايه ديال فيروس كورونا، من جات فيروس كورونا المفتعل اللي كلشي كيقول بانه مفتعل وبانه الدار باش يحققوا به اهداف، من بين اهم الاهداف اللي قالوا غيحققوا بها هو وصول يعني ل 5 خي في الوقت المناسب. 5 خي يعني شنو الهدف منها؟ علاش جابوها؟ بوركي بغاو يدوزونا من 4 خي ل 5 خي؟ شنو بغاو من هذا الشيء هذا؟ اللي بغاو من هادشي هذا هو بيزنس طبعا الحال وبيع وشراء بالدرجه الاولى. السيستم مقارنه هاد 5 خي مع الكوادرو خي حسب المقال اللي كيقول بانه هاد السيستم هذا غيكون يعني اسرع ب 100 مره اكثر من الكوادرو خي. تخيلوا نتوما السرعه ديال الانترنت اللي غادي تولي، والسرعه قصوى اكثر من قصوى. قال لك بانه الا بغيتي ديسكار غير واحد الفيلم فيه 1 جيجا، تخيل واحد الفيلم فيه 1 جيجا غادي يكون الوقت اللي غادي ديسكار غير فيه ديك الفيلم اقل من 10 ديال الثواني، اقل من 10 ديال الثواني غادي ديسكار غير فيلم فيه 1 جيجا. الخبراء العالميين اللي كيفهموا في هذا الشيء هذا كلهم كيقولوا وكيحضروا من هذا 5 خي. علاش؟ كيقول لك بان هذيك الموجات الكهرومغناطيسيه المنبعثه من الهواء هي اللي كتساعد في انتشار الفيروس واللي هي كتسبب خطر على صحه الانسان، وبان ماشي في الصالح ديالنا اننا نخدموا 5 خي لا اليوم ولا غدا، ماشي في الصالح ديالنا. ولكن الشركات الكبرى العملاقه البيزنس ديال الماركتينغ البيع والشراء باغيه العاقه. طما الكبرى في هاد 5 خي شنو هي؟ طما الكبرى هو انه منين غادي توصل؟ وراها وصلت وراها كاينه دابا في المدن الكبرى، كاينه بحال مدريد، برشلونه، فالنسيا، سيفيا، كاينه في اليكانتي، وطبعا الحال في مدن اخرى. حاليا راها كتنستال في المدن الكبرى هاد السيستم ديال 5 خي، وعاد غادي تنتشر من بعد في باقي كل اسبانيا. دابا الكارثه الكبرى شنو هي؟ هو غتولي اوبليجي على الجميع ديال الناس انهم يكون عندهم يخدموا بالسيستم ديال 5 خي، بركي كاع الاوبيراتيبوس غادي يخدموها بحال فودافون، موبيستار، بحال اورانج، بحال يويغو، بحال ماس موبيل، هادو كاملين يعني شركات كبرى غادي تخدم السيستم ديال 5 خي سي او سي، واللي حنا غنولي اوبليجي علينا نستعملوا 5 خي بطبيعة الحال. ولكن الحاجه اللي خايبه هو ان مثلا حاليا هي خدامه للتليفونات الالتا جاما، التليفونات اللي زوينين بحال الماركات ديال العالمي بحال سامسونج ولا ال جي او لا مثلا بحال الابل بصفه عامه. الناس اللي التليفونات ديالهم ماشي كومباتيبل ما كيخدموش بهذاك السيستم ديال 5 خي، يعني ماشي كيكون ماشي كومباتيبل ماشي ما قادرش يتحمل السيستم ديال 5 خي، شنو خصهم يديروا؟ خصهم يشريو التليفون. يعني هنا كاينه جوج ديال الحوايج، هنا البيزنس ديال 5 خي ملي غتدخل غتحسب علينا الفاكتورات ديالها، وفي نفس الوقت يعني الناس غيكون اوبليج عليهم انهم يشريو تليفونات اللي اما التا جاما ولا التا ميديا اللي كتكون كومباتيبل مع السيستم ديال 5 خي اللي غادي نستعملوا. هنا في المقال كيقول بان سؤال كتجاوب عليه في المقال كيقول لك هل 5 خي ضرب صحه الانسان؟ هنا في الجواب ديال المقال وبطبيعه الحال انا كنظن في هذا الجواب فيه خدعه، لان كيبان لي بغاو يوصلوا لنا الفكره وبغاو يوصلوا لنا الحاجه بان ما كاين حتى شي مشكل. هنا الجواب على المقال كيقول هل 5 خي ضار بالصحه ديال الانسان؟ كيقول الجواب لا، لانها خدعه متكرره تم تحديثها من قبل المتآمرين بعد وباء فيروس كورونا، واتهموا شبكه الجيل الخامس بتسهيل انتشار الفيروس من خلال الموجات الكهرومغناطيسيه المنبعثه من الهوائيات. وقال لك لم تكتشف اي من الدراسات التي اجرتها المنظمه الدوليه مثل منظمه الصحه العالميه اي مرض له علاقه بال 5 خي. هذا هو يعني الجواب اللي كيجاوب عليه في المقال وكيبرأ
السيستم ديال السينكوخين اللي غنخدموا به بانه موديل صحه الانسان، في الوقت اللي كاين خبراء عالميين ودوليين من نهار اللي بدا الوباء وقالوا بان حتى الموجه الثانيه ديال فيروس كورونا اللي كنعيشوا حاليا مفتعله باش يقدر يتحقق ذاك المطلب ديال ادراج السيستم ديال السينكوخين، وفي نفس الوقت ادراج اللقاح، يعني يعني ضروره او لا كما كنقولوا حنايا اوبليغاسيون، يعني من بالسيف عليك انك متجه لاستعمال اللقاح لانه غادي يولي ضروري. هادو كاملين مخططات اللي هما داروا باش يتحققوا المطالب ديالهم اللي كانت مرسومه. شي كامل وضح، وكاع الناس كيقولوا هذا الكلام هذا في الوقت اللي كنشوفوا في المقال انه كيحاول يبرر هذه المساله هذه من سينكوخي. لما نعنتيقوا طبعا الحال خصنا نتيقوا الخبراء اللي كيحضروا هذه القضيه دي، لان علاش؟ لان المقال بحال هذا يقدر يكون مشري مثلا من الشركه اللي كتبغي انك تتكلم عليها بكلام زوين، كتخلصك وكتقول لك دير عليا مقال زوين ودير بان انا عندي كل شيء مخير ومضخم وغادي يستعملوا الناس وغادي يستافدوا منه الناس. في الوقت اللي الواقع او للخبراء الناس اللي كيفهموا في هادشي هذا كيبقاو يبينوا الحقيقه والواقع ديال كل حاجه، لان الشركات العالميه الهدف ديالها هو الربح، والربح السريع لا اقل ولا اكثر، وبغاو يبدلوا النمط ديال العيش ديال الانسان بالطريقه اللي حنا ولينا ولا متحكم فينا، ولاو كيتحكموا فينا بالطريقه اللي بغاو. ولدابا يعني الانترنت ولا ضروري في الحياه ديال الانسان بغينا ولا كرهنا. بلا انترنت ما نقدرش نهضر معكم دابا انايا في هذا الفيديو، او لا نستعملوا شي حوايج اخرى ولا التليفون او لا اي حاجه، او لا نتفليكس او لا السمارت تي في ولا المسائل كامله. يعني بلا انترنت ما بقاش الحياه، يعني ما كاين شي حياه دابا ولات بلا انترنت. بالسيف علينا ماشي خاطرنا، نستعملوا هنا فين غادي يبزنزو فينا مزيان وغيبيعوا يشرو فينا مزيان بالسيستم الجديد ديال سينكوخي كيف ما بغاو، وغيكون حنا مفروض علينا ان نتقبلوا كاع داكشي كامل اللي جا. هاد كما قلت لكم اللي كنا خايفين منه حنا وصلنا له، وحنا غادي نعيشوه، وانتم غادي تشوفوا يعني النتيجه شويه بشويه. مستقبلا ما عرفناش شنو كينتظرنا بطبيعه الحال من بعد هاد الايام القليله القادمه. المهم انا كان خصني نتقاسم معكم هذا الخبر هذا بانه خبر جديد وعاجل، واللي كنا خايفين منه هو اللي وقع. حنا كنطلبوا ربي السلامه وكنتمنى ان يكون واحد رد الفعل، ما عرفناش من بن، لان احنا هي ما فيدنا والو. شنو غادي نديروا؟ المظاهره غادي نوض نغوتوا غنوض نديروا شنو غادي نديروا؟ ما فيدنا والو. حنا الجهات العليا كتحركنا ولينا بياضه، وصل بنا الزمان ولينا بياضه، كنتحركوا كما بغاو هما، كي اوبليغارو علينا اللي بغاو، كيحيدونا اللي بغاو، كيديرونا الماسكاريه فوقاش ما بغاو، وفي الوقت اللي ما غيبغيوش يحيدوها لنا، وحنا هكا لا اله الا الله محمد رسول الله. على زمان ولينا عايشين فيه صراحه ما كيعجبش نهائيا. انا بغيت نتقاسم معكم هذا الخبر ضروري ومؤكد، واخا هو ما كيعجبش، ولكن تعرفوا شنو وقع، تعرفوا شنو كاينه يعني في العالم لحد الساعه، اش وقع وفين وصلنا. هادشي اللي بغيت نتقاسم معكم هذا الفيديو. عجبكم ديروا لايك وبارطاجيو، ما عجبكمش ديروا ديسلايك ماشي مشكل، والدنيا هانيه. تحياتي لكل محبين قناه كريم كسر، شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.